تجار بني ميزاب يواصلون شل الحركة التجارية بالعاصمة احتجاجاً على أحداث العنف بغردايا. الوضع الكارثي لمتحف وهران يصدم وزير المجاهدين ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأهيله. عاصمة الكورنيش ترقص على أنغام الشعب، وليالي الأندلس تضيء قلعة بني حماد في سهرات رمضان. السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم. جولة محلية لهذا الجمعة نستهلها من مستجدات الوضع المتأزم في ولاية غردايا، حيث رفض تجار بني ميزاب في العاصمة استئناف نشاطاتهم إلى حين استتباب الأمن في ولاية غردايا واسترجاع الهدوء. وقد تسبب الإضراب العام في شل الحركة التجارية بولاية الجزائر وكذا غردايا التي أغلقت بها المحلات التجارية فور اندلاع أحداث العنف الأخيرة. نطالبوا من الدولة تاعنا تأمن على بلاد، تأمن الجزائر كاع كيما راهي الأولى والتالية. حنا رانا متعايشين هنا ترتربيا، ما مكنا في غردايا حنا متعايشين ترتربيا. بارك الله فيك، دارت خطرة واحدة ما علبناش. الشاويصرة حنا ما ناش راضيين به، لا هما لا حنا. اذكر ربي قال شيء ذا، ما قالش انا نقتلك ولا تقتلني. حنا مبكر متعايشين الحمد يا ربي، ومن بعد بسم الله الرحمن الرحيم كلش تبدل. درك ما فهمناش، كي تروح لهم يقول لك حنا ما فهمناش، يجوا لعندنا يقولوا حنا ما فهمناش. الحاله راهي مخلطه الدرك، واش حنقول لك؟ نطلب السلطات لا فيريتي، نقول لك حاجه قد يا خويا ما يديرولناش حل مؤقت. بس قالوا لنا بعثوا البارح القوه وداروا كلش، بصح ماشي حل مؤقت، ماشي تاع 3 جور 4 جور، لازم الحل ديما. اختراق بركه مغلق، لا دواء لا ماكله، لا الناس راهي مرميه في السبيطارات يا خويا، غير يديروا لنا الامن، امن في الطريق. بادرت جمعيه نور الضحى لمكافحه السرطان الى تنظيم ختان جماعي بالرويسو في ولايه الجزائر لفائده اطفال المرضى المصابين بالسرطان. المبادره التضامنيه تتزامن والعشر الاواخر من الشهر المبارك. في ليله رمضانيه ارادت من خلالها جمعيه نور الضحى رسم البسمة على وجوه الأطفال المعوزين وعائلاتهم. سهرة صنع فيها المهرج رينجو أجواء رائعة. خصوصا أنا جيت لهنايا باش نفرح دراري صغار، إن شاء الله برك يكونوا فرحانين مع لي بارون ديالهم. كل عام كل سنة من جمعية نور الضحى، جمعية وطنية لمساعدة مرضى السرطان، كل عام في رمضان نفرحوا دراري، نديروا الطهاره تاع الدراري لي فامي لا جوا تاع الناس اللي محسوب عندهم مرض السرطان. شاك اني اون فيت لي سيركونسيزيون يا فاكسان اون فيت توت لي فيت كيا شاك اني، سوا المولود سوا لي سيركونسيزيون سوا لي مارياج سوا دونك ان شاء الله كل عام نعاودوها بالصحه ولهنا. مبادرة جمعية نور الضحى استطاعت من خلالها إضفاء أجواء من البهجة والفرحة بين أطفال كانوا بأمس الحاجة إلى هكذا التفاتة. كون صحة رمضانكم، نشكر بزاف الجمعية هذه، قاموا بنا وتهلاو فينا، يعطيهم الصحة وربي إن شاء الله يبارك لهم. سي تخي بون انيسياتيف، داروها لي زونفون اللي محتاجين وفرحوهم وفرحنا معاهم. وان شاء الله دوطخ ايفينمون كيما هادوما. وانا فرحانين بزاف كي داروا الحفله هذه للدراري اللي محتاجين في هذه الليله تاع رمضانيه، ومبروك عليهم وربي يجازيهم ثاني هذه الجمعيه. نشكر كل العمال هنايا وقاموا بنا على كل حال، الفرحه للدراري والام والاب، وفرحنا بزاف بزاف. انا فرحانين بزاف اليوم، انا فرحانين اليوم كي داروا لنا الحفله. يبقى العمل الخيري والتطوعي الذي تقوم به الجمعيات الخيريه في الشهر الفضيل امرا يستحق التشجيع والدعم من طرف السلطات الوصيه، لكي لا يقترن فقط بالمناسبات ويصبح عملا دوريا ومنتظما.
هنيئا إذن لهؤلاء الأطفال المبتهجين. إلى موضوع آخر، لكن في العاصمة أيضا يظل الجامع الكبير بساحة الشهداء في قلب العاصمة الجزائرية معلما شامخا يحاكي حقبا تاريخية مهمة على مدار قرون. هذه الآن تذكرة سفر بدون تأشيرة في عوالم روحانية وحضارية. يرجع تاريخ بناء الجامع الكبير بالجزائر العاصمة حسب ما أكده المؤرخون إلى القرن الحادي عشر ميلادي في عهد الدولة المرابطية على يد يوسف بن تشفين في أول رجب عام 190 هجري الموافق لسنة 1097 للميلاد. موجود بأسفل مدينة الجزائر، نقول هو من أكبر مساجد اللي قد بني في الفترة الأمازيغية، لأنه يطلع الفترة تاع المرابطين، والفترة المرابطين عرفناها هنا بالجزائر في القرن 11. وهذا المسجد بني على النمط هندسي ومعماري تاع تلك الفترة اللي كانوا يبنوا فيها يعني المرابطين. هذا الجامع الذي يتوسط ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة شيد على أنقاض كنيسة مسيحية تعود إلى العهد الروماني، فيشبه في شكله الداخلي والخارجي إلى حد كبير مسجد غباء بالمدينة المنورة. وبين نشر العلم وتثقيف الناس وتعليمهم عرف هذا المسجد عددا من الأساتذة والفقهاء، وتفرغ كل منهم لما أسند إليه من تعليم القرآن الكريم وقراءة الحزب الراتب وقراءة صحيح البخاري الإمام البخاري، وكذلك قراءة موطأ الإمام مالك رضي الله عن ساداتنا وأئمتنا جميعا. ويبقى الجامع الكبير الذي صمد وقاوم محاولات تهديمه وإطفاء منارته في عهد الاستعمار البغيض لؤلؤة حضارية تزين مدينة الجزائر ومفخرة لكل المسلمين. صدم وزير المجاهدين طيب زيتوني للوضع الكارثي الذي آل إليه متحف وهران، وضع لم يعد يشرف التاريخ ولا المجاهد، ما دفع بعضو الحكومة إلى إصدار تعليمات عاجلة لإعادة تأهيل هذه المنشأة. متحف المجاهد بوهران، المعلم التاريخي والحافظ لذاكرة الأمة الجزائرية، تحول إلى شبه متحف نتيجة لما آلت إليه أسقفه وجدرانه من اهتراء وتلف. الوضعية هاته ألزمت وزير المجاهدين طيب زيتوني للوقوف عندها واتخاذ بشأنها إجراءات. في متحف اللي يشهد الآن يعني وضعية غير مشرفة للتاريخ، غير مشرفة لوهران، وغير مشرفة للجهة كل. هذا المركز اللي يحتاج يعني يعاد له الاهتمام، يعاد له الدور نتاعو باش يلعبوا. سنسعى بكل جهد نتاعنا في الايام القليله، بل بالاسبوع القادم ستاتي هنا المدير الجهوي للمتحف والمسؤولين المحليين لدراسه الاشغال الاوليه، ثم نتطرق في دراسه معمقه نعطوا الواجهه نتاع الحقيقيه، وكذلك الاستغلال ما يمكن استغلاله او ترقيته لحتى يلعب الدور نتاعو كما ينبغي. وحسب ذات المتحدث، فإن إعادة بحث الروح الحقيقية لمتحف المجاهد من خلال إعادة بنائه مجدداً لأداء دوره على كافة الأصعدة ستكون على عاتق وزارة المجاهدين بمعية السلطات المحلية لوهران. دراسة كاملة نعطيه الواجهة نتاع حسب يتلائم مع المحيط. ثم تعرفوا هنا فيه في المسجد في يعني المديرية الجهوية للسوناطراك، فيه جامعة قريبة من هنا. خطوة جاءت بعد طول انتظار لرد الاعتبار لمتحف المجاهد بوهران ليصبح مركزا للإشعاع الثقافي والتاريخي والتربوي للأجيال المتعاقبة. يحتفي الساهرون في مدينة جيجيل بالأغنية الشعبية التي تضيء أقول ليالي عاصمة الكورنيش. الفعاليات تنطلق بعد انتهاء صلاة التراويح وتستقطب حضورا جماهيريا لافتا.
مع الحرارة الشديدة التي تشهدها جيجل هذه الأيام، وجد السكان متنفسا لهم خلال سهراتهم الرمضانية في لقاء مع الأغنية الشعبية الأصيلة بساحة لاغلاسي وفي الهواء الطلق. ينشطها فنانون محليون في سهرات ليالي رمضان للغناء الشعبي. سهرات ليالي رمضان للغناء الشعبي التي بدرت تنظيمها مديرية الثقافة تندرج في إطار البرنامج الفني احتفال بشهر رمضان، وهي عروض فنية للأغنية الشعبية من شيوخ الأغنية على مستوى الجيجل. اخترنا الفضاء المفتوح وهو الساحة العمومية الكلاسي حتى قصدي استقطاب الجمهور وعشاق الأغنية الشعبية التي تحظى باهتمام وعناية كبيرة من طرف مواطن المدينة. خرجنا الشباب شوية يجيو يبلعوا على معنا هنا في ليالي رمضان، وان شاء الله تعجبكم كامل وتعجبهم كامل، وماذا بين المبادره هذه تبقى دائما على طول السنين اللي مازالوا. لا يمكن لمولع بهذا الفن الاصيل الا ان يشعر بالراحه والانبهار، فعشاق الاغنيه الشعبيه من الجمهور الججلي وزوارها الذين قدموا من مختلف ربوع الوطن ومن ديار الغربه وجدوا أنفسهم في لمة الأحباب مع الوصلات الغنائية الأصيلة التي أطربتهم وأدخلت البهجة في قلوبهم. جينا أنا وصحابي اليوم سهرنا هنا في البلاصة تاع الكلاسي تاع بكري كما صحوا الكلاسي، جينا نكملوا السهرة وراء التراويح كملنا، جينا هنا نسمعوا السهرة تاع الشعبي. جيت أنا من عنابة عديت دو باساج، جيت الشعبي هذا الغناء يعني جميل يعني تاع التراث الشعبية وفي جيجل يعني فريمون يتقنوا مليح الشعبي وسهرة جميلة والله يبارك الناس رايضة لاباس. وهكذا تبقى هذه الليالي أجمل ما يحفر في ذاكرة كل شخص سهر واستمتع بها في هذا الشهر الفضيل. عاصمة الحمديين تعيش هي الأخرى على إيقاعات ليالي الأندلس في طبعتها الثانية بمشاركة فعالة لوجوه فنية لامعة في هذا الحقل الغنائي الضارب في عمق الأصالة. هي الطبعة الثانية لليالي الأندلس من تنظيم جمعية نغمة لولاية بجاية وبمشاركة ألمع نجوم الأغنية الأندلسية التي زارت برج موسى لصنع الفرجة وإحياء ليالي عاصمة الحمديين. La deuxième édition, on a placé la barre quand même assez haute. On a choisi toujours le même endroit. C'est pour préserver quand même notre patrimoine. On sait que Béja, c'est une ville historique. On a mélangé entre la culture andaloue et notre histoire. Elle se déroule dans un lieu de très haute chargé d'histoire, le Borj Moussa. Les soirées qui s'y déroulent ici sont des soirées qui ont drainé énormément de familles de Bougiot. وقد اختار المنظمون في هذه الطبعة تكريم الفنان القدير محمد رئيس كونه من بين أعمدة الأغنية الأندلسية. هذا الأخير استحسن المبادرة حيث أتيحت له الفرصة لملاقاة جمهوره ومحبيه في إطار الحفل الذي أحياه على واقع هذه الطبعة الثانية لسهرات الأندلسية التي احتضنها برج موسى الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن 16 من قبل الإسبان. أكيد لحي خير نكي نشكر مليح حتى المريض ما فاق سي با لا بان جي با بزوان. هذه طوله بك العمريز باسكو كوميم اون فولي با دان اون اتون كيلكان كي qui va ma quelqu'un il va mourir on va lui faire un hommage non il est encore en vie bientôt le voilà machallah Mohamed Rais قدوه للشباب اللي حبوا يحفظوا لا ميوزيك اندلس فامي بوجوت تسند دارون سي بيان ريسبكتابل سي سوبر لورغانيزاسيون اي سوبر لا ميوزيك اندلس ne meurt jamais حتى سي une musique juste et propre. وقد وعد المنظمون بأن الطبعات الآتية سوف تكون أقوى بكثير حيث سيتم استضافة المزيد من الفرق لإمتاع الجمهور البجوي لقضاء أحلى ليالي زمن الوصل بالأندلس. محلية الجمعة تمت، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.